لإعادة بعث النحل الصحراوية، أنشأت الجمعية الوطنية للنحالين المهنيين أول محطة لمراقبة تلقيح الملكات في الجنوب الجزائري. هذه المحطة التي من شأنها تصفية السلالة وإنتاج الملكات بإعداد هائلة وتوزيعها بالتالي على النحالين في الوسط الصحراوي، لما تمتاز به هذه النحلة من مواصفات مقاومة لظروف المناخية الصحراوية القاسية. في إطار نشاطات الجمعية الوطنية للنحالين المهنيين، اليوم ندشنوا أول محطة لمراقبة تلقيح الملكات الصحراوية، وهي أول محطة على مستوى الجنوب بحضور ممثلين من كل ولايات طمراس أضرار وغردايا، وذلك بإشراف الأستاذ محمد حمزاوي هو اللي هو رئيس الجمعية الوطنية للنحالين المهنيين. وفي هذا الإطار أقامت الجمعية الوطنية للنحالين المهنيين دورة تكوينية شملت مربين من عدة ولايات جنوبية من أجل الاستغلال الأمثل لمحطة تلقيح الملكات الصحراوية. ستاسيون دو فيكونداسيون كونترولي بقرارة هي الوحيدة في الجنوب، وراهم داروا تكوين أولي مسبق على العام اللي فات على البلان سيليكسيون، وهذا التكوين الثاني راح نديرو درناه على تربية الذكور. دونك تربية الذكور حاجة جديدة. اليوم لو كان نقدروا نعاودوا نتراجعوها ونخدموا بها راح تكون إن شاء الله رونطابل، ويكونوا الناس اللي يخدموا بها يكونوا ينفعوا روحهم بال يعني منفعة لا بأس بها إن شاء الله. ندعو جميع النحالين في الصحراء الجزائرية للانخراط والانضمام للجمعية الوطنية باش هكذا نتغلبوا على جميع المشاكل تاعنا والصعوبات اللي نتلقاها في الميدان. هي إذن خطوة في مسار إعادة بعث النحل الصحراوية، وبالتالي إنتاج عسل يعتبر حاليا نادرا جدا في الأسواق العالمية لما له من خصائص علاجية مهمة.